من حفظ توحيده في الدنيا حفظه الله تعالى من عذابه يوم القيامة، وسلمه وأمنه، وكان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة ويجيره من النار. ومن أعظم ما أمر الله بحفظه من الواجبات الصلاة. الصلاة، وما أدراك ما الصلاة؟ قال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فمن حافظ على الصلوات وحفظ أركانها حفظه الله من نقمته وعذابه، وكانت له نجاة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله: والصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مقرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوة، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. وللصلاة تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما، ودفع المواد الرديئة عنهما. وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حفظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم. وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، لا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا. فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصالحها بمثل الصلاة. وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها، وتقطع عنه من الشرور أسبابها. تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: يا ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة. ومن حفظ الله للمصلين أن صلاتهم تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، أما من ضيعها فقد توعده الله بالهلاك والشر العظيم. قال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فكيف هي صلاتنا؟ هل حفظناها؟ هل راقبنا الله فيها؟ هل تدبرنا قوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ كم مرة تفوتك صلاة الجماعة؟ كم مرة تفوتك تكبيرة الإحرام؟ كم مرة تنام عن الصلاة المكتوبة؟ والله لن يستقيم الحال إلا إذا استقام العبد والأمة في أداء الصلاة. ومما أمرنا بحفظه السمع والبصر والفؤاد. قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فاحفظ سمعك فلا تسمع إلا ما يرضيه، واحفظ بصرك فلا تنظر إلا إلى ما يرضيه، واحفظ قلبك فلا يمتلئ إلا بما يحبه ويرضيه، واحفظ عقلك فلا تفكر إلا في طاعته ومراضيه. ومما أمرنا بحفظه الفروج. قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومدح الله المؤمنين والمؤمنات بذلك فقال: والذين هم لفروجهم حافظون. ومما أمرنا بحفظه الأيمان فقال سبحانه: واحفظوا أيمانكم. وقال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لأن حفظ اليمين يدل على إيمان المرء وورعه. قال سبحانه: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وقال: فاذكروني أذكركم. وقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن أسمائه سبحانه السميع. قال جل في علاه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أي تسمع وتجيب. فقال عن نفسه: إن الله سميع بصير. وقال عن نفسه: إنه سميع قريب. فهو سميع لأقوال عباده وحركات مخلوقاته، يسمع السر وأخفى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له.
وما لهم من دونه من والي. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال فهو سميع ذو سمع بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل.